مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ما وراء الحدث، التي نخصصها لتوجيهات العاهل المغربي بخصوص الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. فقد دعا الملك محمد السادس بمناسبه ذكرى ثوره الملك والشعب الى احداث اليه خاصه مهمتها مواكبه الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها، مشددا على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما في ذلك المغاربة اليهود. دعوة العاهل المغربي شملت تطوير الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة واستثمار مؤهلاتها وتطوير سبل مساهمتها في تنمية وطنها الأم. للمزيد سيكون معنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج من الرباط، ومن الرباط أيضا الأستاذ محمد عسيلة، أستاذ باحث في قضايا الهجرة والاندماج والهويات وقضايا التطرف والخبير في شؤون الهجرة والاندماج لدى مؤسسات ألمانية من مدينة دوسلدورف الألمانية. وسيكون معنا أيضا الأستاذ الدكتور أحمد البوكيلي، منسق ماستر الهجرة والدين والثقافة بجامعة محمد الخامس بالرباط. ضيوفنا الكرام، أرحب بكم وبمن التحق منكم. أبدأ بضيفنا من دوسلدورف الألمانية الأستاذ محمد عسيلة، أرحب بك وشكرا لانضمامك إلينا. في حديثه عن الجالية المغربية في الخارج، العاهل المغربي تحدث عن تجندها الدائم لخدمة القضية الوطنية، وتحدث أيضا عن قوة الروابط مع البلد الأم، الوطن الأم. برأيك أين تكمن مقومات هذا الارتباط الاستثنائي الذي يبدو بالنسبة لحالة الجالية المغربية في الخارج؟ أولا أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة. ونحن نعيش هذا العرس، هذا العرس الكبير، هذا العرس الجميل، هذا العرس الذي تحتفل به الجالية المغربية قاطبة في أسرها، في مساجدها، في جمعيتها. هذه الإشادة أولا الملكية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب هي التفاتة مولوية كريمة وعرفان وطني وإنصاف لأفراد الجالية المغربية بالخارج لارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم وتمسكهم كذلك بمقدساته ودعمهم المستمر لمصالحه العليا. وهذا الدعم وهذا الإنصاف الآن استشعره كل أفراد الجالية المغربية، وصاحب الجلالة نصره الله وأيده أكد ذلك مرارا وتكرارا لوقوف الجالية المغربية لدعم الجبهة الداخلية ووقوفهم الدائم إلى جانب الوطن، إلى جانب أفراد الوطن العزيز في وقت الرخاء والشدة. وهذا ما برهنت عليه كذلك إشكاليات أو أزمة كوفيد-19 من خلال تحويلاتها المالية والتي في الحقيقة فاجأت كل التوقعات. إذن مغاربة العالم أكد الخطاب كذلك على هذا التوارث وهذا الانتماء من جيل إلى جيل. أزيد من 60 سنة نيفت الجالية المغربية على نصف قرن وهي دائما متشبتة بالوطن، هذا التحام ميتافيزيقي كما كان يشير بذلك دائما السيد الأمين العام سي بوصوف عبد الله، على أن هذا الالتحام وهذا الولاء هو في الحقيقة ارتماء في أحضان الوطن، هو علاقة ميتافيزيقية تتجلى في حجهم، قد نسميه حج لكل سنة. هذا التعلق بالوطن الأم أستاذ عسيلة، والذي هو متين جدا، سواء تعلق الأمر بالجيل الأول والثاني وحتى بالنسبة للأجيال التي تعاقبت بعد ذلك، الثالث والجيل الثالث والجيل الرابع، هل هذا التعلق وهذا الاتصال بنفس المتانة، بنفس الوثوقية أيضا؟ هذا هو السر، هذا هو السر الذي يمكن أن نقول أنه معجزة مغربية بكل صراحة. ونحن لا نجامل أنفسنا في ظل هذا الخطاب وهذا التواصل، نحن نعيش مع مغاربة العالم. أنا أعيش أزيد من 36 سنة أعيش معهم يوميا من خلال علاقتي الممتدة في إطار التدريس أو في علاقات طيب. الجمعية أو المساجد، العلاقة هي ممتدة ساهرة المغاربة منذ الجيل الأول في وعي، قد أقول وعي فطري، على أن
يمرر هذا الحب في حليب الأم إلى أبنائهم وإلى أحفادهم. هذا هو الجميل في مغاربة العالم. كان هذا التربية كانت تربية ملائمة منسجمة، ولا يعني حرج في ذلك ولا مفاجأة لنا في ذلك. أول ما أسسه المغاربة من أجل حفظ هويتهم وحفظ تاريخهم وحفظ علاقاتهم مع الوطن تأسيسهم للمساجد في ألمانيا مثلا وفي أنحاء المعمور. إذن هذه كانت رموز ودلالات قوية وعربون ولا على أن أول شيء استثمر فيه المغاربة استثمروا في الاستقرار، استثمروا في المغرب كما استثمروا في الهوية. طيب. وهذا في الحقيقة ميزة تميز مغاربة العالم مقارنة مع أفراد جالية أخرى. شكرا لك أستاذ محمد عسيلة. ينضم إلينا اللحظة الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج من الرباط. أرحب بك دكتور عبد الله بوصوف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا لانضمامك الينا. بالحديث عن خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في حديثه عن الجاليه المغربيه بالخارج، اتذكر جيدا انه تحدث عن 5 ملايين مغربي، عن مئات الالاف من اليهود المغاربه المنتشرين في بقاع العالم، يكونون في واجهه دعم الاقتصاد المغربي وايضا في الدفاع عن قضايا المغرب من مختلف المواقع. برأيك ما هي مقومات عناصر هذه القوة المادية واللامادية أيضا؟ عناصر القوة المادية واللامادية لدى الجالية المغربية هي كثيرة جدا. الجالية يعني من ناحية الكفاءات يعني تعتبر خزان كبير للكفاءات ممكن أن يستفيد منها المغرب يعني في مختلف الأوراش التنموية المفتوحة في بلادنا. الآن نحن بصدد الاشتغال على الورش الصحي الذي فتحه جلالة الملك، إذن عندنا حوالي 7000 طبيب في فرنسا، إذن هذا يعني قوة كبيرة جدا ممكن لمغاربة العالم أن يكونوا رافعة وأن يكون رافعة كبيرة جدا لإنجاح مختلف الأوراش كما قلت التنموية المفتوحة في بلادنا. من الناحية العددية يعني أكثر من 5 ملايين نسمة ليس بالشيء القليل، ربما في بعض المواقع الجغرافية يعتبر عدد سكاني دولة معينة. هذه 5 ملايين فقط استهلاكها للمنتوج المغربي سيجعل من الحركة الاقتصادية في بلادنا أنها تكون يعني في وضعية جيدة وممكن أن يصل المنتوج المغربي إلى كافة يعني أقطار العالم عن طريق الجالية المغربية المبثوثة في مختلف أقطار العالم. نقول أنها توجد بشكل يعني مكثف في أكثر من 50 بلدا وتوجد بشكل جزئي في أكثر من 100 بلد. إذن ممكن أن يكون سفراء للمنتوج المغربي وبالتالي للاقتصاد المغربي. كما أن الجالية المغربية أيضا بقوتها العددية في مختلف البلدان يعني العالم خاصة الأوروبا وأمريكا وكندا هي المنافحة عن الملفات الكبرى للمغرب وعلى رأسها ملف الصحراء. لولا الجالية المغربية التي وقفت في الساحات الأوروبية في مواجهة البوليزاريو، وقفت أمام المؤسسات الأوروبية والعالمية في جنيف مقر حقوق الإنسان، في بروكسل مقر البرلمان الأوروبي، في باريس مقر اليونسكو، في الولايات المتحدة نيويورك مقر الأمم المتحدة، الجالية المغربية كانت حاضرة بقوة من أجل الدفاع عن الطرح المغربي في الحكم الذاتي وأيضا من أجل تفنيد الأكاذيب التي يحاول أعداء الوحدة الترابية يعني نشرها. إذن هذه هي القوة التي تتمتع بها، إضافة إلى القوة المالية أيضا ممثلة في التحويلات المالية التي تحدثتم عنها. التحويلات المالية على الرغم من أن مؤسسات نقدية العالمية قد قالت في فترة الكوفيد أن التحويلات المهاجرين عبر العالم ستنخفض ب20%، إلا أن المغاربة كذبوا هذا يعني التخمين، وأن في 2020 زادت تحويلاتهم ب 5% وفي 2021 زادت ب 46%، ونحن الآن في منتصف شيء استثنائي يعني سنة 2022 هو في زيادة مع نعم شيء استثنائي لان صاحب الجلاله يعني صنف هذه العلاقه بالحاله الخاصه، يعني بالحاله الخاصه ان لا يمكن ان نزنها بمقاييس ماديه، لا يمكن ان نزنها ربما حتى في بعض الاحيان بمقاييس عقلانيه، لان هذه العلاقه انا دائما اتحدث عنها واصفها بالميتافيزيقيه. مغاربه العالم لهم مشائج خاصه مع وطنهم، مغاربه العالم مستعدون للتضحيه من اجل بلادهم اينما كانوا، ونرى هذا يعني في مختلف
مختلف الميادين. الآن ونحن مقبلون على المشاركة يعني في يعني كأس العالم في دولة قطر، ونرى أن مغاربة العالم يشكلون 95% من الفريق الوطني، وهم طيب. من ساهموا في يعني أن المغرب يصل إلى هذه يعني هذا العرس الكروي العالمي، وعلما أن هؤلاء اللاعبون يلعبون في مختلف الفرق الأوروبية ودول يعني قوية اقتصاديا ورياضيا، وهناك مغريات كبيرة جدا، ولكن الانتماء يفضلونه على كل المغريات طيب. كل مغريات الدنيا، فكلهم يعني مستعدون يعني للمساهمة، وكذلك فريق كرة القدم صنف النساء أيضا الذي فاز مؤخرا يعني في الرباط أيضا يشكل يعني في 60% من أفراد الجالية المغربية. هذه فقط أمثلة، إذن القوة موجودة على مختلف الأصعدة طيب. يعني في الجالية المغربية عدديا ماديا علميا ثقافيا إلى غير ذلك من الأمور. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بوصوف. نشترك أيضا معنا الدكتور أحمد البوكيري منسق ماستر الهجرة والدين والثقافة بجامعة محمد الخامس بالرباط، نرحب بانضمامه إلينا. دكتور بوكيري، هناك سر، ما السر برأيك في قوة الروابط بين هؤلاء المهاجرين ووطنهم الأم؟ ظاهريا يعتقد البعض أن الروابط قد تضعف مع تعاقب الأجيال، لكن الشواهد تشير كما جاء في حديث الدكتور بوصوف إلى أن الأجيال الناشئة أيضا تحافظ على آصرة متينة مع المغرب، أين يكمن السر؟ شكرا الأخ الكريم على السؤال الرائع، وأنا سعيد أن أشارك إلى جانب أستاذنا الكبير سيدي عبد الله بوصوف والأستاذ سيدي عسيلة. وبداية أن أحيي الانخراط الإعلام في مواكبة تحليل الخطاب الملكي السامي، وبالفعل يعني سيدي بوصوف أشار إلى مسألة غاية الأهمية، وهي أن علاقة مغاربة العالم بالمملكة الشريفة بالوطن الأم هي علاقة ميتافيزيقية، هي علاقة روحية، هي علاقة مبنية على محبة المغاربة لوطنهم، على أساس أن هذه المحبة من الناحية التاريخية والأنثروبولوجية والسيكولوجية تشكلت على هذا الإرث الروحي الذي هندس الشخصية المغربية. ولذلك يعني نحن سنويا نخرج في إطار مؤسسة الحسن الثاني المغاربة المقيمين بالخارج، في إطار البرنامج التأطير الديني والثقافي للجالية المغربية، ونشعر ونحن مع الجالية في مجال هذا التأطير في المراكز الإسلامية في المؤسسات الثقافية المغربية، نشعر ونحن في قلب أوروبا نشعر بأن مغاربة العالم يعني حبهم للمغرب وعشقهم لهذه الذاكرة المغربية يعني لا يتمثلونه باعتباره تراثا ثقافيا فقط، وإنما يعيشون به باعتباره حالة روحية. ولذلك يكفي أن نشير هنا إلى هاد إلى ما تفضل به سيدي بوصوف في إحدى الدراسات العلمية والأكاديمية، إلى أن ارتفاع من جهة التحويلات المالية، هناك دراسات علمية تؤكد على أن الوفاء الروحي لمغاربة العالم للوطن الأم يدل على أن مغاربة العالم الحمد لله متشبثين بتوابتهم، متشبثين بهويتهم، متشبثين بهذا الإرث الروحي الذي يعطي للشخصية المغربية أينما كانت خصوصية ثقافية، خصوصية في عالم الطقوس، في عالم الثقافة، في عالم الممارسات إلى غير ذلك. ولذلك أنا أعتقد بأن التربة المغربية من الناحية الحضارية والتاريخية، هذه التربة سقيت بمحبة كنقولوا له إحنا في المغرب الشرفة، المحبة كيحبوا الشرفة، وهذه المحبة ديال الشرفة مرتبطة بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رمضان في أوروبا، في أمريكا، في العالم، يعني حيثما كان المغربي إلا ويحمل مع هذه الهوية الروحية. وما أحوجنا اليوم للاستثمار كما كيقولوا عدد كبير من المفكرين والمثقفين في هذا الرأسمال الروحي. ولذلك شعرت بواحد التأثر كبير ونحن نتابع يعني التفاعل الروحي لمغاربة العالم مع الخطاب ديال جلالة الملك حفظه الله، بحيث أنهم تلقوا كون جلالة الملك يخصص نصف جغرافية الخطاب الملكي السامي لمغاربة العالم، وكيعتبر وبالتأكيد على أن قضية الوحدة الترابية يعني هي بنفس المقام ديال التركيز على هذه الوحدة الروحية للمغاربة حيثما كانوا. يعني هذه الرسالة الملكية في العمق تؤكد وتبين
هذا الإرث الروحي الذي يربط مغاربة العالم بالمملكة المغربية، على أساس أن جلالة الملك هو ملك البلاد، ولكن في آن واحد هو أمير المؤمنين، ثم هو أبو المغاربة. وبالتالي هذا البعد الروحي يعطي واحد الحلاوة، واحد خصوصية ثقافية للمغرب حيثما كان. طيب شكرا لكم دكتور أحمد البوكيري على هذه المعطيات كلها، وهي أساسية في الواقع في فهم متانة هذه هي العلاقة، علاقة المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم، ليس فقط الأجيال الأولى ولكن أيضا الأجيال الناشئة الآن. أستاذ محمد عسيلة، هناك هذا الرصيد المهم جدا وهو ثري وغني، ولنقل يشكل أساس جدا مهم بالنسبة للمغرب، لنقل متانة هذه العلاقة واستدامتها أيضا. لكن في المقابل العاهل المغربي في خطابه كان نقديا أيضا، ووضع العديد من الأسئلة من قبيل ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن. هذه الإشارة وهذا الخطاب النقدي لما تقدمه أيضا المؤسسات التشريعية والتنفيذية في المغرب لفائدة هذه الفئة، هل يأتي في وقته الملائم أيضا؟ نعم، الأسئلة المطروحة في الخطاب الملكي السامي نراها حجر الزاوية في الحقيقة لمساءلة الذات، ليس لجلدها بل لمساءلة الذات. وهذه هي الصراحة، حتى لا نبقى في العتمية، فكانت هناك صراحة في طرح الأسئلة على تلك نحن، هذا نحن، فنحن مسؤولون جميعا على ماذا وفرنا، سواء كأسر مغربية نعيش في ديار المجر أو كمؤسسات أو كمساجد أو كأئمة. إذن السؤال في الحقيقة علينا أن نتحمل وزره وعبئه الثقافي الأخلاقي الحضاري التاريخي. فالتوفير علينا كذلك أن ننهج مقاربة فيها نوع من الديمومة في نوع في التربية داخل الأسر المغربية، وهنا تحية للأم المغربية التي توفر هذه التربية وللأسر المغربية. ماذا وفرنا كمؤسسات؟ من طبيعة الحال هناك عدة متدخلين، وكان السيد الأمين العام في عدة مداخلات، وكان كذلك عدة متدخلين الذين أشاروا كذلك للنوع من التقصير في التنسيق بين كل المتدخلين، وهذا في الحقيقة أعطى نوع من عدم المتابعة داخل هذه المنظومة العطائية، أو داخل المنظومة التي تهم توفير كل السياقات التي تخدم اندماج ودعم استثمار مغاربة العالم. إذن الأسئلة التي طرحها صاحب الجلالة نصره الله كانت أسئلة في الحقيقة من أجل الوقوف ومن أجل تقييم هذا التاريخ الذي ساهمت فيه عدة مؤسسات. كما قال صاحب الجلالة هناك عمل، لكنه عمل محتشم، على الإدارة المغربية وكل المتدخلين أن نعيد جميعا في إطار تواصل، في إطار تقييم، من أجل التقويم، من أجل أن نرى مواطن القوة ومواطن الضعف. مواطن القوة لنزيد من مكانتها ومن أجرأتها، ومواطن الضعف من أجل تجاوزها. شكرا لكم أستاذ عسيلة. دكتور عبد الله بوصوف، في هذه الوقفة مع الذات وهذا الطرح الموضوعي أيضا للقضايا المرتبطة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وفي إطار هذا الحديث أيضا عن الأسئلة التي طرحها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، من قبيل هل الإطار التشريعي والسياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة، وأيضا ما يتصل بأداء الإدارة وغير ذلك، هل يعطي ذلك أيضا رسالة طمأنة أنه هناك مساءلة مستمرة أيضا للذات فيما يتصل بهذا العطاء المتبادل بين الطرفين لفائدة هذه الفئة المهمة من المجتمع المغربي؟ أكيد أن صاحب الجلالة عندما استعرض التضحيات التي قامت بها الجالية المغربية وخاصة في الدفاع عن القضية الوطنية طرح السؤال، يعني ماذا قدمنا أولا في إطار يعني السياسات العمومية، الإطار التشريعي، يعني
المرافقة الدينية، المرافقة التربوية، المرافقة الدينية. إذا طرح مجموعة من الأسئلة إذا على مختلف المؤسسات التي تشتغل في ميدان الهجرة. كعادة صاحب الجلالة باعتباره راعي مصالح الأمة وهو الساهر أيضا على حسن سير المؤسسات في أدائها من أجل خدمة المواطن، يعني ينبهنا بين الفينة والأخرى في خطاباته السامية حول بعض الاختلالات التي ربما تعرفها بعض المؤسسات، لأننا كبلد نطمح دائما إلى الأفضل. هناك أداء لدى مجموعة من المؤسسات لا يمكن أن ينكر، وصاحب الجلالة لم ينكره أيضا، ولكن نتمنى دائما أن نسعى دائما إلى الأفضل من أجل تحقيق نتائج أحسن مما هو محقق الآن. أيضا هناك صيرورة الآن متسمة بتطورات سريعة بوتيرة سريعة، يعني الجائحة يعني أبنت على مجموعة من الاختلالات في العالم بأسره والمغرب ضمن هذا العالم. فصاحب الجلالة ذكر أن يجب الآن أن ننهج مقاربة جديدة من أجل تقديم مجموعة من الخدمات الجالية المغربية. بطبيعة الحال هذه المقاربة لابد أن تكون مبنية على مشاورات واسعة بين مختلف الأطراف التي تشتغل في الميدان. ميدان الهجرة المغربية هو يعني ملف عرضاني تشتغل فيه مثلا مؤسسة الحسن الثاني، يعني بنك المغرب، وزارة الخارجية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المجلس الجالية، إلى غير ذلك من المؤسسات. كل هذه المؤسسات مطلوب منها أولا اليوم توفير حد أدنى من التنسيق، وأيضا العمل المشترك في أوراش مفتوحة، يعني تصب في مصب واحد، ولكن أيضا مطلوب منها الإنصات إلى بعضها البعض من أجل بلورة، يعني بلورة مشاريع تخدم مصالح الجالية أولا وأخيرا. هذه المؤسسات بطبيعة الحال كل يجب أن يحترم اختصاصه المنصوص عليها في النصوص المنظمة لهذه المؤسسات حتى نستطيع أن نبلور سياسة عمومية ناجعة. صاحب الجلالة عندما تساءل عن السياسة العمومية فعلا ربما من خلال الدراسة التي نشرها المجلس قبل أيام يتضح أنه ليس هناك سياسة عمومية واضحة المعالم وسياسة عمومية يعني ناجعة. أيضا الإطار التشريعي يعرف نوع من النقص أو نقص كبير، وأشرت إليه الدراسة أن الرقابة المفروضة على الحكومة من طرف المؤسسة التشريعية ضعيفة في ميدان الهجرة. الأسئلة التي وضعت لا تشكل حتى يعني 1% من مجموع الأسئلة المطروحة يعني في البرلمان المغربي حول قضايا الهجرة. أيضا يعني بخصوص الحكومات المختلفة المتعاقبة على الأقل منذ 2011 والدستور 2011 الذي رفع السقف عاليا، كانت هناك التزامات حكومية تجاه الجالية في العهدة الأولى، يعني كان هناك 19 التزام مدون يعني في تصريح الحكومي وصوت عليه البرلمان، ولكن لم نلاحظ أن هناك رقابة برلمانية على هذه 19 التزام. هذا 19 التزام لم ينفذ منه ولا التزام واحد. في العهدة الثانية عهدة السيد العثماني كانت هناك 6 التزامات، هذه 6 التزامات أيضا لم ينفذ منها ولا واحدة، ولم تكن هناك رقابة للبرلمان على الحكومة من أجل مساءلته لماذا لم تنفذ هذه الالتزامات. من بين الالتزامات كنا نحن نطالب بها تجديد هياكل المجلس عبر إخراج يعني القانون الجديد الذي يجب أن يصوت عليه البرلمان، وهذا مطلب يعني منذ 2012، ولكن نحن الآن في 2020 في سنة 2022 يعني بعد 10 سنوات لم يخرج يعني هذا القانون الجديد إلى الوجود. طيب. مما ربما عرقل أيضا عمل مجموعة من المؤسسات وضمنها مجلس الجالية المغربية. شكرا لكم دكتور عبد الله بوصوف. دكتور أحمد البوكيلي، العاهل المغربي لم يغفل أيضا في هذا الخطاب الجانب الديني، وتساءل هل تستفيد هذه الفئة من المغاربة وهي أكثر من 5 ملايين مما ينبغي من الإرشاد الديني والتأطير الديني وما يتصل بقضايا الهوية، بالنظر أيضا إلى الإشكاليات الكبرى المطروحة في هذه الفضاءات الأوروبية خصوصا من إشكاليات مرتبطة بالهوية وغير ذلك. هو بالفعل يعني الخطاب الملكي السامي وهو حفظه الله يشير إلى مسألة التأطير الديني لمغاربة العالم، يعني هذا الاهتمام نابع من موقع وظيفة إمارة المؤمنين في المحافظة على الأمن الروحي لمغاربة العالم، خصوصا أننا عندما نتكلم عن مغاربة العالم
نحن لا نتحدث عن جغرافيا مغلقة، نتحدث عن عالم مفتوح، عالم يعني ما يسميه أحد الخبراء في هذا المجال الهجرة، نتحدث عن سوق دينية مفتوحة أو عن بين قوسين عن مجال يخضع لمنطق الفوضى وتسويق النماذج الدينية. ولذلك بما أن الحمد لله المغرب الآن يعيش الأمن الروحي ويعيش الاستقرار الديني بفضل الاختيار المغربي للتدين المؤسس على الاعتدال والوسطية، فأكيد مغاربة العالم هم جزء في هذا النموذج، هم جزء في الامتداد العملي لهذا النموذج الذي أثبت المصداقية والمشروعية العملية على أساس أنه الحمد لله أصبح نموذجا واقعيا وأكد المصداقية العملية على أرض الواقع سواء على المستوى العقدي أو على المستوى الروحي والسلوكي. وكلنا نعلم من موقع الدراسة الأكاديمية أن الاختراق الذي تعرضت له الجغرافيا الدينية خارج دائرة المغرب إنما كان من بين أسبابه الرئيسية، من بين الأسباب الرئيسية دياله هو هذه المراهنة على تحويل الدين إلى إيديولوجيا قتالية واستغلال ظروف نفسية أو ما يسميه سيد عبد الله أبو صوف حفظه الله بالإشكالية الهوياتية. هذه الأسئلة الآن التي يعني تفرض نفسها في العالم الغربي بالنسبة لمغاربة العالم تحتاج إلى الوعي بقيمة التأثير الديني. بالفعل يعني الحمد لله في إطار يعني الاهتمام لا المجلس العلمي الأعلى ولا الوزارة الأوقاف ولا المؤسسات العاملة في هذا المجال كاين جهد كبير، ولكن عمليا نحتاج الآن إلى هذه الثورة الأخلاقية التي يقودها جلالة الملك بالتأكيد على أن قضية التأثير الديني لمغاربة العالم ليست قضية شكلية، لا، هي جزء في المحافظة على هذا الارتباط الروحي بالمملكة الشريفة وبالتوابيت ثم مسألة أخرى، وهذا هو الأساس، هي كذلك تحصين الشباب، تحصين نموذج التدين من كل اختراقات الفكر المتطرف، من اختراقات هذا الفكر الذي يحاول الذي أساء للإسلام، هذا الفكر الذي يعني في أوروبا تم صرف واحد الميزانية مالية معينة لتحويل الدين إلى إيديولوجيا قتالية. إذن طيب. بالنسبة محبن تفضل أستاذ أحمد بوكيلي، تفضل رجاء. إذن قضية الإشارة الملكية لمسألة التأثير الديني وضرورة يعني المحافظة على هذا البعد الديني بالنسبة لمغاربة العالم مسألة في غاية الأهمية. وجدت أن أتفاعل معك عذرا وأنت أشرت إلى هذه النقطة، أنه مسألة التأثير الديني جاءت مرتبطة أيضا بالتأثير التربوي، ما هو تربوي وما هو ديني؟ بطبيعة الحال أستاذ الكريم عندما نتكلم عن التأثير الديني في الأساتذة، والحمد لله يعني عدد كبير من أساتذة الدراسات وغيرهم يعني يساهمون في برامج التأثير الديني، بالإضافة إلى التأثير الديني كين توجد كذلك برامج التأثير الثقافي. نحن لا نفصل بين البعد الروحي وبين البعد التربوي، إذ كل القيم الدينية إذا انفصلت عن قيم صناعة المواطنة، صناعة الإنسان الصالح، صناعة الإنسان الذي يعيش في قلب أوروبا بالاعتزاز بانتماء الروحي ولكن باحترام المشترك الإنساني. ولذلك الخطاب الديني المغربي في إطار التوجيهية الملكية لا يفصل بين البعد الروحي وبين منظومة القيم، ولذلك هذه الخطاب الملكي يدشين واحد التحول كبير الآن على المستوى السياسة الدينية الخارجية. وأنا أثمن وأعتز بما تفضل به سيدي بوصوف أنه على المستوى المؤسسات اليوم نحتاج إلى رؤية تشاركية، رؤية تركيبية توليفية، إذ قضية تأثير مغاربة العالم حتى في الجانب الديني لا يجب أن تبقى مرتبطة فقط ببعض المؤسسات، يعني جميع قضية مغاربة العالم، تأثير مغاربة العالم بالفعل عندنا مؤسسات مرتبطة بالجانب الديني، ولكن المسألة مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بواحد العوالم نحن نعيش الآن في الزمن المرقمان. وأنا أتساءل وأسمحك الأخ الكريم، أنا أتساءل الآن يعني مباشرة بعد الخطاب الملكي نحتاج اليوم إلى سياسة جديدة، لا على المستوى الحكومي ولا على المستوى المؤسسات، نحتاج إلى رؤية جديدة تكون في مستوى طموحات جلالة الملك حفظه الله، إذ جلالة الملك الآن يعني يحملنا المسؤولية عندما تفضل قائلان هل نحن في مستوى مسؤولية خدمة هاد مغاربة العالم بالشكل الذي يدمجهم في القضية الوطنية ويدمجهم في المشروع التنموي ويدمجهم كذلك
في بناء هذه الرؤية الحضارية الإنسانية للمشروع المغربي التنموي. شكرا لكم دكتور أحمد بوكيري. أستاذ محمد عسيلة الأستاذ الباحث في قضايا الهجرة من دوسلدورف، هذا الخطاب كما ذكرنا كان خطاب نقدي أيضا في حديثه عن أن العديد من أفراد الجالية ما يزالون يواجهون العديد من العراقيل أيضا صعوبات لقضاء أغراضهم فيما يتعلق أيضا الأغراض الإدارية وأيضا فيما يتصل بإطلاق المشاريع وغير ذلك. الخطاب الملكي قال أنه هذا الأمر يتعين أو تتعين معالجته، برأيكم ما أهمية أن يأتي هذا التشخيص وتأتي هذه الدعوة من أعلى سلطة في البلاد بكامل رمزيتها؟ كما تحدث الأساتذة الأفاضل الدكتور سي عبد الله بوصوف ودكتورنا العزيز سيدي أحمد البوكيلي على أن هذه الرؤية الملكية هي رؤية شمولية، هي لم تلمس معالجة القضايا أو ملف مغاربة العالم في شق الانتماء، في شق الاستثمار لوحده، في شق العلاقات الممتدة، بل ذهب إلى الغوص كذلك في معالم خريطة الطريق التي ترتبط بالتربية وترتبط كذلك بالاندماج وترتبط بالحفاظ على الهوية. وبهذا نرى هذه الرؤية الملكية هي رؤية شمولية لا تقتصر على جانب دون آخر، وملامسة صاحب الجلالة لهذه الرؤية هي في الحقيقة تعطينا خريطة الطريق بدقة كبيرة، هي إحداث خريطة الطريق تناولت عملية التحديث كذلك والتأهيل أو منادات التأهيل للإطار المؤسساتي، وهو ما يتطلب تدخل كذلك المشرع المغربي لتعزيز كل هذه الترسانة القانونية التشريعية التربوية في العلاقات التي تقوم بها لا وزارة الأوقاف ولا كل المتدخلين ولا مجلس الجالية، أن يعاد له الاعتبار وأن يكون له ذلك الوزن وتلك المرجعية للحفاظ على واحد التنسيق مندمج. إذن هاد الإشكاليات المطروحة من خلال تعدد المتدخلين في المؤسسات المكلفة بملفات مغاربة العالم المتمثلة في وزارة الخارجية، في مؤسسة الحسن الثاني، في مجلس الجالية، في مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في وزارة التعليم وغيرها من المؤسسات، هناك نوع من التقاطعات، لكن علينا توحيد هذا الخطاب وهذا والمنهجية والتصور وخريطة الطريق في التعامل مع قضايا مغاربة العالم، حيث هذا سيعطينا العديد من البرامج الغير المتضاربة والغير المتعارضة أو الغير المكررة. إذن أرى شخصيا أن إعادة النظر في هذه المقاربة في عدد المتدخلين أن نضعه في يد جهة واحدة من المؤسسات في تحديث وتأهيل المؤسساتي لتنزيل كل الفصول والبنود من خراج القانون التنظيمي لنسخة المجلس الجالية المغربية ليصبح تلك المرجعية المؤسساتية الوحيدة التي بإمكانها مثلا توفير المعرفة العلمية. فكل هذا المنتوج التدافعي الذي عالج كل القضايا داخل أراضي الأوروبية الذي قام به مجلس الجالية مشكورة، هو واحد الخزان كبير، واحد الكنز معرفي لدى تحت إشراف أساتذة في تواصل مع الجالية إلى غير ذلك، يجب أن نجعله مرجعية وأرضية لمعالجة كل هذه القضايا. إذن أرى أن الإشكالية في 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 التواصل كذلك في إعادة الثقة مع أفراد الجالية. قد تعرض السيد الأمين العام والسيد أحمد البوكيلي كذلك فضيلة الدكتور السيد أحمد البوكيلي في تواجد المغاربة في 100 دولة، في 100 دولة معناه تنشئة اجتماعية مختلفة. هذا في الحقيقة أراه شخصيا بحكم تفاعلي مع قضايا الهجرة على أن المشرع المغربي والمؤسسات المغربية عليها أن ترى إلى هذه التنشئة المجتمعية المختلفة لدى الدول الأوروبية. فالمغربي رغم أن المغرب الحبيب يوحدنا، رغم أن مرجعية إمارة المؤمنين توحدنا، لكن داخل التنشئة الاجتماعية الأوروبية
هي تنشئة مختلفة في التعامل كذلك المؤسساتي، لا على مستوى الاستثمار، لا على مستوى البرامج في التعليم، لا على مستوى الخطاب. عليها أن تراعي الخصوصيات التي تتميز بها الدول الأوروبية وتتميز بها كذلك هذه التنشئة الاجتماعية لمغاربة العالم. فقط نقطة إضافية، كل البرامج التي علينا أن نقوم بها، علينا وهذا في نظري المتواضع أن نقوم بإشراك المجتمع المدني المغربي في إطار المساجد، وكذلك أن نقفز داخل هذه العلاقات الممتدة مع المجتمع المدني التمثيلي المغربي في إطار جمعيات المساجد، أن نعقد شراكات مع المؤسسات الأوروبية مثلا في ألمانيا مع المؤسسات التي كذلك تراعي الهوية، هوية مواطنيها، لأن لا ننسى أن الدول الأوروبية في داخل سيادة أوطانها ترى في مغاربة العالم جزء من أوطانها، وهذا نوع من التقاطع علينا أن نعالجه، لأن هناك بعض الاستفزازات التي وقعت مثلا مع المنظومة التركية التي عارضت ألمانيا مثلا تدخل المؤسسات التركية في الملفات التي تهم الاندماج والتعليم. إذن نحن علينا الحمد لله في إطار النهج إمارة المؤمنين والتي لا تمس مؤمني المسلمين فحسب، بل كذلك اليهود والمسيحيين، في إطار هذا الامتداد للمنهج والمذهب المالكي الذي عاش قرون في أوروبا داخل كل، هو برنامج وخريطة الطريق محببة ومرغوب فيها، ولكن علينا في هذا أن نكون أحسن مترافعين. وفي هذا كذلك جملة أخيرة إذا سمحتم لي، ما قام به المجلس في إطار المجلس الجالية المغربية، ونحن كما أقول هنا أتحدث بكل صراحة دون الربط على الأكتاف، بل هذا واقع علينا أن نراه بكل تفاؤل، ما قام به مجلس الجالية في إطار شراكة ممتدة، والدكتور أحمد البوكيلي كمسؤول ومنسق على هذا البرنامج في خلق ماستر الهجرة والثقافة والدين، هو في الحقيقة داخل هذا التصور الكبير في خلق مترافعين. وليعلم السادة المتتبعين والمتتبعات أن هذا البرنامج فيه طلبة باحثين وباحثات من كل الدول الأوروبية، وفي هذا في الحقيقة نوع من التصير المعرفي لينهج المغرب ويعطي عطاء كذلك في استقرار الدول الأوروبية في أمنها في اقتصاداتها، وهذا في الحقيقة هي النظرة الكبيرة لمغاربة العالم وللمغرب الحبيب وللرؤية الملكية على أن المغرب دائما هو اليد الممدودة داخل جاليته وداخل جميع جبهاته. سيدي عذرا عن المقاطعة لأن الوقت في الواقع يتداركنا وبقي منه القليل جدا. دكتور عبد الله بوصوف، تحدثنا عن مسألة الهوية وهي مسألة إشكالية بالنسبة لقضايا الهجرة في المهاجرين في الخارج، وتحدثنا أيضا عن سبل تجاوز الوضع الحالي والإشكاليات التي طرحها العاهل المغربي في خطابه، مما يتطلب كما ذكرتم أنتم مجهودا عرضانيا أو أفقيا يتدخل فيه من وزارة الاقتصاد حتى وزارة الخارجية، مرورا بعدد كبير جدا من المؤسسات. هل من السهل تدبير مجهود عرضاني أو أفقي في الآجال المطلوبة؟ أعتقد إذا توفرت الرغبة فهو من السهل، وأعتقد الآن تعليمات جلالة الملك يجب أن نعمل جميعا على تنزيلها، لأن هي تعليمات أتت يعني في خطاب رسمي، وأعتقد حتى التوقيت الذي اختار لهذا الخطاب هو ثورة الملك والشعب، وثورة الملك والشعب يعني هي التي يعني حررت المغرب من الاستعمار بفضل التلاحم القوي الذي كان بين عرشه والشعب. إذن هذه الخصوصية تفرض علينا اليوم أن نفعل هذا التفاعل يعني بين العرش والشعب، بأن جميع يعني المؤسسات المغربية، مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو مؤسسات الدولة كمجلس الجالية أو مؤسسات أخرى، أن تتضافر جهودنا من أجل تنزيل مضامين الخطاب الملكي. بتبعية الحال تفضلت وتحدثت عن عرضانية، نتحدث أيضا عن التشاركية التي تحدث عليها الأستاذ أسيلة. لابد أن ننصت إلى مغاربة العالم، خاصة المجتمع المدني المغربي الذي يتميز بالحيوية وفي قطاعات مختلفة، ما
مغاربة العالم استطاعوا أن يسهروا على تأطير يعني المغاربة في العالم من القضية الدينية، قضية التعليم، قضية الدعم المدرسي، قضية المرأة، منظور قضية إصلاح هذه الإشكاليات ينبغي أن يكون أن يعد في الرباط وأيضا في مختلف العواصم الأوروبية التي أو أماكن وجود هذه الجالية أيضا بشكل مشترك، هذا الذي تقصد؟ نعم نعم هذا الذي أقصد. والآن صيغة السياسة العمومية لابد أن ترتكز إلى على الأقل 5 ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي الدستور المغربي، والدستور المغربي رفع السقف عاليا. أيضا الخطابات والرسائل الملكية التي أيضا رفعت هذا السقف عاليا. كاين أيضا التطورات التي تعيشها الهجرة، لا ننسى أن الهجرة المغربية تعرف تطورات مستمرة. الآن تحدث الأستاذ أسيلة عن المجالية للندى، مشاكل إفريقيا ليست مشاكل العالم العربي، ومشاكل العالم ليس مشاكل أمريكا ولا مشاكل أوروبا، كما أن الفئات المختلفة الشبابية والنسائية الآن عندنا الآن 50% من النساء في الجالية المغربية. الجالية المغربية الجالية شابة، يعني تتميز بديمغرافية شبابية، لابد أن نأخذ هذه الميزة وهذه الخصوصية بعين الاعتبار. الجالية المغربية أبرزت وأنتجت كفاءات يعني عليا، هذه الكفاءات يعني بمختلف القطاعات. أذكر فقط الآن نحن بصدد الحديث عن جائزة البوكر الذي ستترأس ليلى سليماني مغربية من فرنسا وسترأس هذه الجائزة. الكتاب المغاربة عبر العالم يكتبون بلغات مختلفة، ولكن يستمدون يعني كتاباتهم أو مضامين كتاباتهم من الثقافة المغربية، وبهذا هم سفراء للثقافة المغربية ويساهمون في إعطاء بعد عالمي للثقافة المغربية. إذن لابد للسياسة العمومية أن تنصت إلى هؤلاء جميعا. تحدثت عن المجتمع المدني، المجتمع المدني حيوي جدا ويمكن أن يفيد في بلورة السياسة العمومية للمغرب تجاه الجالية، ولكن أيضا أن يساهم حتى في نقاشات بعض الملفات الداخلية للمغرب كالاقتصاد والتجارة والصناعة والتدمير المؤسسات والحكامة، وكذلك اقتصاد المعرفة والتعليم والصحة بطبيعة الحال. والآن نرى استعداد الأطباء المغاربة والمتخصصين في ميدان الصحة للمساهمة في إنجاح الورش المغربي للصحة. أشير أن الصين مثلا 50% من المؤسسات الصحية يعني يتم تدبيرها من طرف الجاليات الصينية التي عاشت في الخارج، 50% من المؤسسات التعليمية يتم أيضا تدبيرها من الصينيين الذين عاشوا في الخارج. يجب الآن أن نفسح المجال لمغاربة العالم من المساهمة في تطوير المغرب. أعتقد تقرير لجنة النموذج التنموي جعل الجالية المغربية ضمن الركائز 5 من أجل أن تساهم في إيجاد وفي بلورة هذا النموذج التنموي الجديد. إذن كما قلت السياسة العمومية لابد أن تكون بصيغة تشاركية وبإنصات كامل تام يعني للجالية المغربية، لكن لابد أن نهتم بالتطورات التي تحدث في الدول الأوروبية أو في دول الإقامة بصفة عامة، لأن لا يمكن أيضا أن نبلور سياسة عمومية بعيدا عن التطورات التي تعيشها في المجتمعات الأوروبية. الآن ما لاحظناه هو ما عشناه مثلا في فرنسا بعد الانتخابات الفرنسية من بروز الفكر العنصري، بروز الفكر الإقصائي، بروز الفكر الذي يهمش الجاليات المختلفة ومن ضمنها الجالية المغربية، يدعون أيضا إلى إعادة التفكير في مقاربتنا. ما تفضل به الأستاذ أسيلة عندما قال أن هناك استفزازات، أن الآن بعض الدول خاصة الأوروبية تنظر إلى ارتباط يعني المغاربة بالمغرب أو بدولهم الأصلية نوع من التدخل في السياسة في سياستها الداخلية، وهو غير صحيح. لأن بالنسبة لنا القضية الروحية مثلا قضية الدين عندما يتم تدبيرها في إطار المرجعية الروحية لإمارات المؤمنين، إمارات المؤمنين لا تعترف بالحدود، يعني المرجعية الروحية للمسيحيين توجد في الفاتيكان، المرجعية الروحية للبوذيين توجد في التبت، فالمرجعية الروحية للمغاربة أينما كانوا وحتى لغير المغاربة من يعتقد في هذه المرجعية توجد في المغرب. إذن هذه المرجعية لا يمكن أن توقفها الحدود، والدول ربما خاصة الأوروبية التي تنظر إلى هذا التأطير الديني بأنه تدخل فهو غير صحيح، لأن أعتقد اليوم لا يمكن أن نضع هذه الحدود فيما يتعلق بالمسائل الروحية. المغرب بنموذجه الديني ممكن أن يساهم في إرساء نوع من التطبيع بين المجتمعات الأوروبية والمسلمين الذين يعيشون في داخلها، لأن النموذج المغربي يتسم بالوسطية، يتسم بالاعتدال، يتسم باحترام الآخرين، يتسم باحترام مكانة المرأة، وهذه القيم الكونية التي تتماشى يعني ما يعيشه أو المجتمعات التي يعيش فيها المغاربة.
شكرا لكم دكتور عبد الله بوصوف. سأنطلق مما قلتموه في هذا النقطة تحديدا لنختم مع ضيفنا الدكتور أحمد البوكيلي، وهو منسق وحدة للبحث في الهجرة والدين والثقافة بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأنتم لربما خير من تعرفون بأنه مسألة الهجرة ومسألة الدين والثقافة هي مشكلة كبيرة جدا في المجتمعات الأوروبية خصوصا، حيث تتركز فئات واسعة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. عطفا على ما ذكره ضيفنا الدكتور عبد الله بوصوف، هل يمكن من خلال ما تنجزونه أيضا من أعمال بحثية الانطلاق من الدين والثقافة، الدين النموذج المغربي التدين المغربي والثقافة الثقافة المغربية، تنتج حلول؟ هو شكرا. هو إذا سمحتوا فقط من باب التوضيح، هذا الماستر، هذا مشروع ماستر، هو ثمرة تنسيق بين مجلس الجالية بشخص سيدي بوصوف وكلية الآداب بشخص سيد العميد ومجموعة من الدكاترة من مختلف التخصصات العلمية. الغاية من هذا الماستر هو الدراسة العلمية، ولكن في نفس الوقت استحضار هذه الإشكالات المرتبطة بقضايا الهجرة، ولكن من موقع البحث العلمي، على أساس أننا عندما نتكلم عن الهجرة نتكلم عن هذا العمق الروحي للمهاجرين المرتبط بالدين، ولكن الدين له علاقة بالثقافة، له علاقة بالتمثلات الثقافية، وعندما نتحدث عن الثقافة نتحدث عن مفاهيم التعددية وعن مفاهيم الاختلاف إلى غير ذلك. وأسمحكم لي أذكر مسألة في غاية النفاسة، وإحنا المغاربة يعني معروفين بالتواضع، المغاربة في أوروبا وسيدي بوصوف وأستاذنا في هذا المجال، هي المغاربة هي الجالية الأولى في بناء المساجد في العالم، نحن نخرج سنويا الكندا وجميع الدول في إطار مؤسسة حسن الثاني المغاربة المقيمين بالخارج. تصوروا معي المستمعين الكرام والأساتذة الأعزاء، المغاربة هي الجالية الأولى في بناء المساجد، في شراء المؤسسات وتحويلها للمساجد، بمعنى أن هذا العمق الديني يشكل هوية روحية، ولكن خارج دائرة التأطير الثقافي وتأطير الهندسة المعرفية يمكن تحويل الدين إلى مشكلة. ولذلك الآن كما تفضل سيدي بوصوف، الآن واحد عدد كبير من القضايا الإشكالية في عمق تربط بين الدين والثقافة، وظيفة هذا الماستر هو البحث العلمي للربط بين النموذج الديني المؤسس المغربي على إمارة المؤمنين وما بين تقديم الاجتهادات العلمية والأكاديمية التي تنخرط في حل هذه الإشكالات. نعطيكم مثال بسيط، الآن تصوروا معي الآن في بعض المدارس الفقهية أو الدينية الأخرى يعني عندها بعض الفتاوى التكفيرية، عندها بعض الفتاوى التي تؤكد على أن المسلم لا يجب أن يعيش فيما يسمونه ببلاد الآخر أو ببلاد كذا وكذا. المدرسة المغربية هي مدرسة مجتهدة، هي مدرسة مبنية على الرؤية المقاصدية وعلى الرؤية الإنسانية للدين. هذا الماستر وظيفته هو بناء الدبلوماسيين، هذا الباحثين الدبلوماسيين الذين يفهمون ويتشبثون بالثوابت الدينية ولكن ينفتحون على العالم بهذا خطاب الاعتدال والوسطية. شكرا جزيلا لكم الدكتور أحمد البوكيري، منسق ماستر الهجرة والدين والثقافة بجامعة محمد الخامس بالرباط. الوقت لا يسمح بأكثر من هذا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. نشكر أيضا ضيفنا الدكتور عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج من الرباط على مشاركته القيمة معنا وعلى الوقت الذي خصصه لهذه المشاركة. نشكر أيضا الأستاذ الدكتور محمد عسيلة، الأستاذ الباحث في قضايا الهجرة والاندماج والهويات وقضايا التطرف والخبير في شؤون الهجرة والاندماج لدى مؤسسات ألمانية، حدثنا من مدينة دوسلدورف الألمانية. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، ونشكر مشاهدينا الأكارم الذين تابعونا في هذه الحلقة. دائما للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني mediantv.com. إلى اللقاء.